الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا، ولا يكون الامتثال والاجتناب مقبولين عند الله تعالى إلا إذا كانا على وفق محكم كتابه وصحيح سنة نبيه. لا يكون الامتثال والاجتناب مقبولين عند الله إلا إذا كانا على وفق محكم كتابه وصحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يتهيأ ويمكن الامتثال لأمره تعالى والاجتناب لنهيه تعالى إلا بتوفر الأمن والاستقرار. لا يتهيأ ولا يمكن امتثال أمره تعالى واجتناب نهيه تعالى إلا بتوفر الأمن والاستقرار. ولا يتوفر الأمن والاستقرار إلا بالتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب ذكر نعمته تعالى والمحافظة عليها من الزوال أقول: من باب ذكر نعمته تعالى والمحافظة عليها من الزوال، لأن ذكر نعمته تعالى ذكر الشكر مدعاة لاستمرارها والمزيد منها، وعدم ذكرها المعبر عنه بالكفر في الآية مدعاة لزوالها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا من باب ذكر نعمته تعالى والمحافظة عليها من الزوال أقول: إن من المعلوم لدينا جميعا أن بلادنا مرت بها فترة تعيش شبه انفلات أمني جراء صولات وجولات الإرهابيين وأصحاب المخدرات. هذا من المعلوم لدى الجميع، مرت ببلدنا فترة يعيش البلد فيها شبه انفلات أمني جراء صولات وجولات الإرهابيين وأصحاب المخدرات. وبالجهود الموفقة التي بذلت بقيادة القائد الأعلى لقوات أمننا وقوات حماية بلدنا، أصبحنا ولله الحمد بتلك الجهود التي بذلت يعيش بلدنا أمناً واستقراراً يتميز بهما عن العديد من البلدان. هذا واقع محسوس لا مكابرة فيه. وبما أن
هذا الأمن وهذا النجاح في الأمن والاستقرار لبلدنا، بما أن هذا النجاح الذي تحقق لبلدنا في الأمن والاستقرار وفي تعافي بلدنا من جريمة الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بها المدمرة العابرة للقارات، بما أن النجاح في توفير أمن البلاد واستقرارها وتعافي البلاد من جريمة الإرهاب والاتجار والتهريب للمخدرات المدمرة العابرة للقارات، بما أن هذا النجاح يعتبر ملاكاً للنجاح في باقي الإصلاحات في البلد، يعتبر نجاحاً وتمكيناً لأن ننجح وينجح البلد وينجح القائمون عليه في سائر الإصلاحات الأخرى، بما أن ذلك واقع كما قلنا. فمن الإشادة بهذا النجاح لبلدنا في توفير الأمن والاستقرار وفي تعافيه من جريمة الإرهاب والمخدرات، من الإشادة به أن يعد لمؤتمر دولي حول الإرهاب والمخدرات تشمل محاور هذا المؤتمر وعناصر محاور هذا المؤتمر جميع الحيثيات، ويعلن في بيانه الختامي عن التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن توصي بالتعاون الدولي مع موريتانيا والتنسيق معها والاستفادة منها في تجربتها في مكافحة الإرهاب. هذا مما أراه مما يستحقه ذلك النجاح الذي تحقق لبلدنا. وكما قلت، ذكر هذا النجاح وذكر ما مرت به بلادنا من شبه انفلات الأمن وذكر ما تحول من ذلك الخوف إلى هذا الأمن وإلى هذا الاستقرار، هذا من باب شكر نعمة الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أنعم علينا بأولئك الذين قاموا بتلك الجهود وأنعم علينا بأن وفقهم إلى ذلك العمل الذي أصبحنا به بحمد الله تعالى نعيش أمناً واستقراراً، وأصبحنا في عافية من جريمة الإرهاب والمخدرات، حتى يتهيأ لنا أن نتقي الله تعالى، حتى يتهيأ لنا أن نقوم بسائر شعب إيماننا من تعليم وإرشاد وتوجيه وعبادات، لأن كل ذلك كما قلنا لا يتحقق إلا إذا تحقق الأمن والاستقرار. وعلينا إلى دعم الأمن والاستقرار، وأن يستتب أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، ونبتعد عن التعاون على الإثم والعدوان، وأن نحقق العدل فيما بيننا جميعا، بحيث يعطى كل ذي حق حقه وينزل كل ذي منزلة منزلته. هذا ما أنصح به وأوجه به سائلاً الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لتحقيق مقاصد شريعته التي هي درء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات على ضوء محكم كتاب الله وصحيح سنة نبيه. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن باب أهمية ما يقدم في مكافحة المخدرات ومن باب التثمين لما يستحق التثمين، فإننا نثمن ونزكي تلك المحاضرة التي قام بها بالأمس وزير الشؤون الإسلامية حول المخدرات
وآثارها على الفرد والمجتمع بين يدي رئيس الجمهورية في الاجتماع الإفطاري الذي اعتاد دعوة الصائمين له احتفالاً بدخول شهر رمضان وافتتاحاً للأنشطة الإسلامية التي يقام بها في داخل البلاد وخارجها سائر مدة شهر رمضان. نثمن تلك المحاضرة ونهمن ذلك الاجتماع وذلك الافتتاح، سائلين الله تعالى أن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى، وأن يجعلنا في كل وقت مبتعدين عن معاصيه، متصفين بطاعاته في رمضان وفي غير رمضان، سائلين الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من القائمين لهذا الشهر المبارك الصائمين له، حتى يتحقق فينا ما وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحيث نبتعد عن معصيته تعالى عملا منا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأوصي نفسي وأوصيكم جميعا بانتهاز فرصة هذا الشهر بعبادة الله تعالى بمختلف أوجهها، وبالابتعاد عن معصيته، وبالاستفادة من هذه الدروس التي تقدم طيلة هذا الشهر في مختلف الموضوعات. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على صيام وقيام هذا الشهر المبارك على الوجه الذي يرضيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وتقبل منا الصيام والقيام وسائر ما نتقرب إليك به من العبادات، إنك ذو الفضل العظيم. اللهم وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم وكل المظلومين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين أينما كانوا. اللهم وكلهم في فلسطين. اللهم ولا يخفى عليك مكر وغدر وتجني اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم لا يخفى عليك ما يقومون به هناك من السعي في الأرض فسادا. اللهم لا يخفى عليك ما قاموا به هناك في الأسبوع الماضي من تقتيل الأبرياء وسفك دمائهم في فاتحة هذا الشهر العظيم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، وعليك بأعوانهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واجعل القدس الشريفة عاصمة للدولة الفلسطينية السنية. اللهم وخلصه من أيدي أولئك المجرمين الغاصبين الظالمين، إنك قدير على ما تشاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحم بلاد الحرمين الشريفين. اللهم واحفظهم من مكر الماكرين وصواريخ الحوثيين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وأهل بلاد الحرمين. اللهم وفق المسلمين عامة لتحكيم كتابك وصحيح سنة نبيك. اللهم وأله بين قلوبهم. اللهم وأمن جميع بلدان المسلمين. اللهم أمن فلسطين وأهل فلسطين، وأمن سوريا، وأمن اليمن، وأمن
يؤمن العراق. آمين. اللهم اكتب لأهل الإسلام هناك أهل السنة. آمين. اللهم اكتب لهم الخلاصة. آمين. من كل ضيق. اللهم واجعل لهم فرجا من كل هم وكل غم. آمين. اللهم وأعلي كلمة الحق. آمين. اللهم وأبطل الباطل. آمين. إنك ولي ذلك والقادر. آمين. عليه. اللهم وآمنا في أوطاننا. آمين. اللهم آمنا في أوطاننا. آمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار. آمين. فاشغله بنفسي. آمين. واجعل تدميره في تدبيري. آمين. واجعل دائرة السوء عليه. آمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا. آمين. ومن خلفنا. آمين. وعن أيماننا. آمين. وعن شمائلنا. آمين. ومن فوقنا. آمين. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من. آمين. تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين.